ازيكم يا جماعة؟ انا النهاردة هعمل الجمبري بثلاث طرق مختلفة وسريعة جدا. اول طبق مع صوص ابيض ومنزريلا، وتاني طبق مشوي مع صوص الباربيكيو والعسل، وتالت طبق جمبري مقلي. تعالوا نبتدي بالصوص الابيض. دلوقتي انا مسخنة الطاسة وهحط عليها زبدة وزيت، وهسيب الزبدة تسيح. الزبدة ساحت، هحط عليها حوالي نص كيلو جمبري وهسيبه يتشوح على الناحيتين. دلوقتي انا قلبته على الناحية التانية، هحط حوالي معلقة ثوم وبرضو جنزبيل، معلقة كده جنزبيل، فعلا هيديهم نكهة فظيعة، ورشة فلفل اسود ورشة ملح. الجمبري خلاص اتشوح كويس جدا، هنحط عليه حوالي كوباية كريم الطبخ وهنسيبهم يغلوا شوية كده. حلو خلاص الجمبري بيغلي كويس مع الكريمة. دلوقتي انا جبت البرامات الصغيرة دي عشان انا عاملة الجمبري ده لفردين، وهبتدي احطهم في البرامات دي وهرش عليهم شوية جبنة موزاريلا كده، وادخلهم الفرن على الشواية لحد ما الجبنة تسيح وياخدوا وش كده لذيذ. اوكي دلوقتي هرش عليهم الجبنة موزاريلا، هدخلهم الفرن. دلوقتي هنبتدي نعمل اللي هي الباربيكيو جريلد شريمب. دلوقتي انا هنا عندي برضو حوالي نص كيلو جمبري وحوالي برضو تلت كوباية باربيكيو صوص، وحوالي معلقتين عسل، والعسل على حسب نسبة الحلاوة بتاعة صوص الباربيكيو اللي عندكم وعلى حسب ذوقكم برضو، وحوالي معلقة صغيرة توم كده، دي نكهة فظيعة. أساسا التوم والشريم بيلو جدا مع بعض، وبرده حوالي معلقة صغيرة سيراتشا تديله برده كده شطشطة لذيذة جدا، وهنقلب كل دول مع بعض. وكده احنا تبلنا الجمبري. دلوقتي انا جبت العصيان دي وهغرز فيها الجمبري بالشكل ده. دلوقتي انا هرش اللي هو سبراي الزيت ده، وطبعا الطاسه سخنه، وحطيت كل العصيان وهبتدي اني اشويهم. اوكي انا دلوقتي خلاص سويتهم على الناحيتين، وهاخدهم واحطهم في طبق التقديم. انتوا يا جماعه ليه ما اخترعوش اختراع ان انتوا تشموا معايا الريحه القويه دي؟ فعلا ريحتها بتجنن تجنن. ناخد دي شكلها احلى قوي. ودلوقتي حابه اني ارش عليهم شويه كزبره وليمون ويدجز كده، هتديها نكهه برده حلوه قوي يعني، مش شكل بس. وكده الطبق بتاعنا خلص. دلوقتي هنعمل الخليط اللي هنغمس فيه الجمبري عشان نقليه. عندي هنا كوبايه دقيق، دقيق عادي، وربع كوباية نشا، وبيضة واحدة، وكوباية مياه غازية أو ممكن برضو مية عادية مش هتفرق، والتوابل ملح وشوية فلفل أسود وشوية توم باودر برضو. وبس كده الخليط جهز، هنقلبه مع بعض. انا دلوقتي بحط الجمبري، وزي ما قلت لكم بنسيبه من حوالي دقيقتين، مش بياخد كتير خالص لو انتوا سخنتوا الزيت كويس. وبكده نكون خلصنا الثلاث اطباق بتوع الجمبري. انا بالنسبه لي اكتر طبق عجبني كان اللي بالباربيكيو والعسل، فعلا كان طعمه حلو قوي مميز. وطبعا الطاجن اللي بالوايت صوص فعلا كان طعمه حلو جدا جدا، ونكهه الجنزبيل حلو قوي معاه والثوم، وكمان الجمبري المقلي فعلا كان حلو قوي ومقرمش من بره. وبس